فكرت يا جناب العمدي. ايه؟ فكرت في افكار ابيح. اللي هي زائد 18؟ اه. ساعتها ما قلت لي فكر وانا كل اللي في دماغي افكار تخينه. لا مش عايزين الافكار السخيني، احنا عايزين فكري ازاي تجيب الناس لغايه عندين. طب والنبي يا جناب العمدة قول لنا، انت عارف ان احنا بهايم ما بنعرفش نفكر. يو انتوا ما بتعرفوش تعملوا حاجه من غير يعني انتوا يا بلد من غيري ولا تسووا اي حاجه. يعني انت عندك فكري؟ ايوه عندي فكري. ازاي الحكومه تهتم بيني ويبقى بلدنا مشهوري. انا فكرت في فكري ان احنا نولع في كام دار من اللي عندنا في البلد، ايه، ونقول ان الجن هو اللي ولع في الدور دي. التلفزيون والجرايد وكل الناس هيقولنا لغايه عندين. امال ايه؟ ايوه امال ايه؟ وساعتها بلدنا هتبقى مشهوري ويقولوا بصوا البلد اللي طلع فيها الجن، 100 كنافه طلع فيها ايه يا اولاد؟ طلع فيها الجن، ايه؟ وهنعمل ايه في الجن يا اولاد؟ والناس يجوا لنا خلاص؟ يبقى احنا بقى لما يجي التلفزيون هنعمل ايه لما يجي التلفزيون؟ وبعد كده انت عايز مين من الاعلاميين يجي يعني؟ لما يجي التلفزيون ان شاء الله هنبقى بلدنا مشهوره، ويجي لنا كمان الاستاذ وائل الابراشي، يا يجي لنا كده هو بسلطانيه الزبادي اللي على دماغه، يا ويجي يستضيفني. ايه طب انا هعمل نفسي الاستاذ وائل الابراشو. ايه ما ابراشو؟ ايه ما مش ابراشان. وانتوا بقى الناس اللي لبسكوا الجين، احنا الملبوسين، انتوا الملبوسين. ماشي. ايه هعمل نفسي انا هعمل لكم بروفل. ماشي بروفل. ماشي. على لما يجي الاستاذ وائل. ماشي. 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 يلا نتلبس. يلا نتلبس يا جماعه بسرعه. يا روما. جاهزين؟ احنا دلوقتي في قرية فقير اسمها ميك كناف، وريتها كنافة بالمكسرات، لا دي كنافة قرديح. احنا في ميك كنافة بنقابل الناس اللي في ميك كنافة اللي دخل عليهم الجن ولبسهم وجننهم. مش عايز المشاهدين يخافوا، اوعوا تخافوا، لان الناس كلها بتترعب من الحاجات دي وبيبلوا السراير بالليل وبرا قبل الصغيرين. وبنقابل ستات القارية. ازيكم يا ستات؟ ازيك يا استاذ وائل؟ انت الجن عمل فيك ايه؟ عمل فيا ايه؟ ديه نفخني. يعني ديه مش حجمك الطبيعي؟ لا دي قلبني بستان ورد زي ما انت شايف. ده مش جن، ده جناين. وبنقابل واحد تاني من اهل القارية. تعالى يا واحد تاني من اهل القارية. انا تعبان قوي يا استاذ وائل. ايه ما الجن عمل فيك ايه؟ الجن ركبني وقال لي اطلع بينا على اسكندريه. يا ده مشوار طويل قوي. وما وقفكش في طنطا جاب لك مشبي؟ وقفنا في اون زران جاب سجاير. يا ما هو جن. يا ومع اطول واحد في القريه اللي بنبصله فوق. ايه الجن عمل معاك ايه؟ حضرتك مش عارف انا جرالي ايه. انا جرالي ايه؟ جرالي اني جرالي ايه؟ ايوه جرالك ايه؟ انا كنت قاعد على القهوه عادي، وفجاه يجي اني قاعد جنبي، قال لي انا عاوز شاي. قلت له اتفضل. شرب شاي وقهوه ونسكافيه وحاجه ساقعه ومشي من غير ما يحاسب. هو صحيح ما لبسنيش بس لبسني في الحساب. يعني الجن ايه عمل فيك ايه؟ جن بريء، ما عملش حاجه، ما لبسنيش. جن بريء. بريء ايه؟ انت جاي تبوظ البرنامج، انت لازم تقعد تقول حاجات كتير ويعمل كيدي. لا انت جاي تبوظ البرنامج. لا جن بريء يا استاذ وائل. بس بلا بريء بلا بتاع، انت جديد ما انتش فاهم. انت جديد لسه داخل علينا الموسم دي. بص الخبره. شكله قديم. ايه؟ مساء الخير.
لكي هالنحاس. اختي نفسي في جني يلبسني، مش لاقي جني مقاسي. لفيت الدنيا كلها قالوا لي مقاسك محير، لا هو عيال صغيره ولا هو ناس كبيره. يعني انت مش لاقي جني مقاسك؟ ايوه. دورت في جنينه مول؟ لا ما روحتش. اروح بروح اشوف. ايوه أيوة. بس ما ينفعش تقول ما فيش جن اللي ملبسني، لازم تقول الجن لبسني. لازم اقول، لازم انا وانا قاعد قال الجن لبسني، وانا قاعد قال الجن لبسني. ايوه ماشي، بس قولها كده وانت ايه متجنن يعني. جن لبسني. ايوه ايوه. وتعصر. ما تعصر ازاي؟ تعصر. ايوه كده لغايه اما تدخوا توقع. يلا يلا. هو الجن ده بيعمل ازاي عشان ابقى عارف؟ لا ده مش جن، ده تنين يا عمدي. يبقى اقول التنين لبسك خلاص؟ ما لبسني جن. يا نار نار في كوعي يا عمدي، نار في ظهري يا عمدي، نار 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 في ظهري. اهرش لي يا عمدي. نار اهرش لك ايه؟ ما انا هتليس عيالك. نار خلاص خلاص صح كده. الله ينور عليك. افضل اقول نار 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 لحد ما ابقى حكيم. ايه والله ينور. تمام تمام الحمد لله. الحمد لله. ايه ومع حد غاب مش فاهمين الجن عمل فيك ايه؟ انا اتفلقت يا عمده. انا بقالي 5 سنين الجن لابسني يا عمده، بشوف مراتي كلب بلدي ومع ذلك مش لاقي حد يعالجني. ما لقيتش غير الكلب الدجال بتاع القرية اللي اسمه سالم. الواد سالم كل يوم يضحك عليا ويقلبني وما يطلعش الجن مني. بس الواد سالم يعني معروف عنه ان هو بيطلع الجن من الناس. ولا بيعرف يعمل. يا واد يا سالم. ايوه في ايه؟ في ايه يا جدعان؟ وهو ايه ده تصوير؟ ايوه ازيك يا سالم؟ انا جاهز. انت جاهز عشان تطلع الجن من الباب؟ اه طبعا انا بعرف اعمل اي حاجه في اي حته. وطبعا انت الفتره اللي فاتت ما طلعتش الجن لان انا كنت مستني التلفزيون يجي صح؟ طبعا. ما ينفعش تطلعوا الجن من غير ما يجي التلفزيون. لازم يجي التلفزيون عشان نتشهر. امال هنعمل ايه؟ طيب عندك الراجل دي تعرف تطلع منه جن؟ طبعا ده اسهل حاجه بعملها في اي حته. ايوه يعني طلعت قبل كده جن من حد؟ اه طبعا كتير. يعني انت بتفضل؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. وقف يا ابني كده. هتطلعه المره دي؟ ما تقلقش. طب يلا. ايه دي احنا لسه عملنا حاجه؟ لسه لسه يا عم. طيب يلا وقف. بقول لك ايه؟ ايه قبل ما تطلعه ايه قول له يسيب كل حاجه مكانها واياك يخرج من حته تضايقني. ما تقلقش وقف. يلا ارجع يا جن الاصلك، ارجع زي ما حنا ماضي وعلى الحجار رجعوا بيغنوا. ارجع. عايز اطلع مش عارف. يا نهار اسود ده في جن بجد. ايه الصوت دي؟ ده في جن. ده صوت جن؟ ايوه. يا نهار اسود. ايوه. انت بتعرف تطلع الجن؟ انا بخاف اصلا. امال مين اللي الحياه تطلع الجن؟ هتوديني في داهيه. استنى استنى الكاميرات شغاله. ايوه اطلع يا جن اطلع. هو ده الجن؟ ايه القرف ده؟ عمال تقول لي اطلع اطلع مش عارف. اطلع طويل واسود جوه الدنيا ضلمه مش شايف. هو ده الجن؟ هو ده. والاول مره وسقف صحفي وسقف صحفي وسقف صحفي. صحافه جامدي ايه؟ ان احنا لاول مره هنقابل الجن وشا لوش. انا مش عارف الناس ليه مش مصدقه ان في جن. انا جن والله والله العظيم لو سمعت حاجه فيها لفظ الله اقسم بالله بولع مكاني. والله العظيم اولع في لحظتها على طول. اول ما اسمع الله اولع. طب ما انت بتقول والله. لا انا بقولها لو اسمعها اولع على طول. طب اقول له كده والله. والله لا لازم اللي يقولها بني ادم مش جن زيي. والله ايوه المفروض اولع بقى. طب ما انت ما ولعت. لا ما انا جن مش ملتزم قوي بالتعليمات. والله يعني اسيب القعده الحلوه دي واولع.
يعني انت جن؟ اه ايه سيادة اهبل يلا هتفضحنا، هديك 20 جنيه زيادة بس اولع. 20 جنيه اعمل بيها ايه بعد ما اولع؟ ايه عمدة انت هتولعوا فيها بجد؟ لا 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 انتوا فشلي كده محدش هيصدقني. ايوه انتوا ممثلين فاشلين محدش هيصدقني. طلعوا فيه احنا عايزين فكرة تانية غير فكرة الجن دي، كده الحكومة مش هتهتم بيني. احنا ننظم كأس العالم. انت يا ما تنطقش يالا، انت كل افكارك هبلي، ما تنطقش خالص. ايه وعايزين فكره تانية؟ احنا ممكن نقول ان المجاري طفحت في بلدنا. واحنا عندنا مجاري من الاصل، ده احنا عايزين نعمل كده عشان الحكومه تهتم بينا وتيجي تدخل لنا المجاري. انا عايز فكره تهز البلد. انا عندي فكره تهز البلد. ايه يا حاج؟ شيخ البلد. ايوه يلا يلا. تهز البلد مش تهد البلد يا حاج. اهدي، عايز فكرة يا جماعة، عايز فكري. يبقى نعمل مليونية. مليونية ايه؟ اذا كنا احنا 18 واحد في البلد نعمل 18 احنا عايزين فكرة تانية. لا 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 انا عندي فكرة يا عمدي. ايه؟ حاجة بقى صح بقى ايه تزبطني. انت تكلم المحافظ رأسا وتقول له لقينا قنبله في قلب البلد. قنبله. وما لقيتش المحافظ بالمراسلين بالاعلاميين هنا في ظرف نص ساعة ما بقاش انا زرزور. ايوه ايه يحفظ يعني احنا لو قلنا في قنبله صح الفكره دي حلوه وده موسم القنابل. ايوه دي قنبله بدايه الصنع الصنع ودي قنبله اعداديه الصنع واي حد بيحط قنبله في اي 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 ماشي حلوه الفكره دي. نخش نكلم المحافظ. ايوه انا مين معاه الموبايل عشان معيش رصيد؟ انا معايا ولسه مجدد الباقه ممكن اديهولك يا عمدي. ها لا يا عمدي المكالمه دي لازم تبقى من التليفون الميري عشان يبقى بلاغ رسمي. اي والله ينور عليك يا معلم زرزور هي فعلا. يلا انا هخش اكلم المحافظ. عايز حد يجي يتفرج معايا وانا بتكلم على المحافظ. تعال 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 يا سلام يا عمدي. انت واد يا منتن انت.